معكم لأخبار القلعة البيضاء وغدر تبعثت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة اليوم من دقائق وتوجهت إلى المغرب من أجل مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي. كان جوزيه غوماز المدير الفني للزمالك قد طلب السفر الفريق للمغرب قبل المباراة بثلاث أيام علشان يتعود اللعيبة على الأجواء هناك ويكونوا في قمة تركيزهم من أجل هذه المباراة الهامة والمصيرية. بيسعى الجهاز الفني واللعيبة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي حتى يعطي لاعبي الزمالك نوع من الأريحية قبل لقاء العودة في القاهرة. وكان غوماز المدير الفني للفريق قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية قائمة الزمالك لمواجهة بطل المغرب وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين، خط الدفاع عمر جابر، حمزة المتلوتي، حسام عبد المجيد، ياسر، حمد أحمد، فتوح. أما خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقة، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، سيد عبد الله نيمار، ترافيس موتيابا ومحمد عاطف، مهاب ياسر، إبراهيم ناداي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى، زيزو. أما عن خط الهجوم فسيف الجزيري، ناصر منسي وسامسون أكينولا. ولسه مع اخبار نادي الزمالك، واطمأن عبد الواحد السيد مدير الكره بالفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك على كافه الترتيبات الخاصه باقامه بعثه الفريق وملاعب التدريب في المغرب استعدادا للقاء نهضه بركان المغربي في ذهاب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. وكان مدير الكره وصل للمغرب خلال الساعات القليله الماضيه وكان معاه سعد عبدين اداري الفريق وشريف صابر الشريف الخاص بالزمالك علشان ينتهوا من كافه الترتيبات قبل سفر البعثه في العاشره من صباح اليوم الخميس. حرص عبد الواحد السيد على تفقد عدة ملاعب لاختيار أنسب ملعب يستضيف تدريبات الفريق بالإضافة للانتهاء من الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق اليوم. ونروح لخبر تاني، وأرسل مجلس إدارة الزمالك اعتراضا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حكام تونسيين لتقنية الفيديو سواء حكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، ده في مباراتين نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة بطولة الكونفدرالية والمقرر لها يوم 12 و19 من مايو الجاي. جاء اعتراض نادي الزمالك متضمنا أن حكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب بيحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الإفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة أو بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وطلب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الإفريقي بإعادة النظر في اختيار حكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي حتى يتم رفع الحرج عن الحكام التونسيين الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات والتي قد يشوبها عدم التوفيق أو الجدل مما يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب. بيؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الإفريقي والذي يعتبر شريكا فعالا في نجاح البطولات والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي وكونه عنصر رئيسي في خطة التطوير لكرة القدم في إفريقيا. ونروح معاكم لمحمد أشرف روقة لاعب وسط نادي الزمالك واللي انتظم في التدريبات الجماعية أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع عليه في الفترة الماضية بسبب الإصابة اللي تعرض ليها في العضلة الخلفية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة. شارك روقة في الجهاز في الجزء البدني والتأهيلي بشكل كامل بجانب المشاركة في جزء من الفترة الخططية وأيضا الفنية وفقا للبرنامج الموضوع للعب من قبل الجهاز الفني بقيادة جوزيه غوماز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بمشاركة اللعب تدريجيا في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته الطبية.